يعني ماذا يعني التوازن داخل البيت السياسي الشيعي؟ شوفوا لنا شيعي شريف يقودنا يمثلنا، شنو علاقة لازم يقعد نور المالكي وهذا العامري أو عباس وفلان وفلان حتى يمثل؟ شوفوا لنا شيعي شريف يمثلنا، وشوفوا لنا سني شريف، وشوفوا لنا كردي شريف، شنو توازنات داخل البيوتات؟ هذا كلام طبعا، هذا كلام مقبول، لكن بشكل عام السياسة ليش تقاس بهذا الشكل؟ يعني اليوم عندما يتكلم الإطار بعناوين التوازن لا يعني اسم التوازن فحسب، إنما يعني ماذا يعني التوازن؟ التوازن ليس لحفظ الشيعة، هو ليس هنا في مجال حفظ الشيعة ولا الدفاع عن مصالح الشيعة بشكل عام، هو يعني التوازن الحقيقي، لأنه يعتقد السياسة وراها أجندات، وراها مشاريع، وراها تقاطعات، وراها تدخلات. يا دكتور عدنان بشرفك، وراها استشراف للمستقبل. خليني أنا أسألك بذمتك، السياسة ليس بعنوان التوازن تطرح توازن. أستاذ نجم، من التوازن لا يطرح بعنوان التوازن فحسب. أي يعني بالتأكيد لديهم قلق، مخاوف معينة، لديهم توجس من هذا الائتلاف الثلاثي، هذا كله يجب أن يفهم. يعني لا يطرح هذا المعنى بأنه حريص فقط على التوازن من أجل أنه يمثل الشيعة، لا أبدا. لا، حريص على مصلحته، حتى هو الثلاثي لديه أيضا ما يفكر فيه بأن إيران وراء الموضوع، من فلان وراء الموضوع يريد أن يبعد إيران. هذه كلها سياسات سيد أستاذ، وتترجم بمشاريع.